ومن جوار الشلال ومع أصوات خرير الماء خذوا هذه القصة الجميلة المعبرة في فضل الصدقة. كان رجل له ابن يبلغ من العمر 10 سنوات، يقول: فجأة تعب ابني وتغير لون جلده، فذهبت به إلى المستشفى وكشفنا عليه ووجدنا معه سرطان عافانا الله وإياكم. قال: فحزنت وتألمت على ابني، ثم بدأنا بالعلاج. ثم بعد فترة وأنا أمشي في أحد الأحياء الشعبية القديمة وجدت امرأة عجوز تبحث في القمامة والزبالة وتخرج أكياس الطعام وتأخذ ما بقي فيها من طعام. قال: فآلمني هذا المنظر وحزنت لها وراقبتها، ثم أتيت لها وقلت: ماذا تفعلين يا خالة؟ قالت: أنا امرأة مسكينة، عندي 7 بنات وليس عندي ما أطعمهم إلا ما أخرجه من هذه الزبالة. تقول: ليس لدي من طعام إلا ما أخرجه من هذه الزبالة. قال: فأخذتها وذهبت بها إلى الجزار وقلت: هذه المرأة كل يوم تأتيك وأعطيها لحم والحساب عندي. قال: ثم أخذتها وذهبت بها إلى محل ملابس وقلت: هذه المرأة تأتيك كل بعد 6 أشهر أعطيها ملابس لها ولبناتها والحساب عندي. قال: ثم بعد فترة ذهبت بابني إلى المستشفى وكشفنا عند الطبيب. قال: أين الولد الذي أتيت به في السابق؟ قلت: هذا هو. قال: مستحيل، عندي الكشوفات والفحوصات تقول إن هذا الابن سليم. إما أن تلك الفحوصات كانت خاطئة أو أن هذا الولد غير ولد الأول. قلت: والله هو نفس الابن. قال: ما شاء الله تبارك الله، ليس به من بأس وقد شفاه الله. فلا غرو ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. في أمان الله.